اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي ظهرت اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات برنامج صوتكم على واحد من ذني الارقام، واللي ما يقدر يتصل بنا لاي سبب كان يقدر يكتب لنا رساله على الرقم الاخير اللي بصف اشاره الواتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم وأول ملف ويانا هو ملف الاعتداء على ضباط المرور من قبل بعض الناس اللي لا يعرفون معنى القانون، أو معنى أن تكون مواطن ببلد يحكم القانون، أو بالأحرى استسهلوا الوضع في بلد اللا قانون، لأنه فعليا العراق اليوم هو بلد اللا قانون، وكل من عنده واسطة وعنده عرف وعنده ابن عم وابن خال يشتغل بمكان فهو فوق القانون. وتكررت هاي الحالات هواية، ومن ضمنها حالات الاعتداء على رجال المرور بالعراق، واللي عملهم الأساسي هو تنظيم المرور. منها اللي عرضناه بالأسبوع الماضي لتعرض 3 منتسبين بالمرور بأنهم ضابط للضرب من قبل سائقين، والبارحة تكررت الحالة ورما أقدم ضابط برتبة رائد على تحرير مخالفة لعجلة أو لسيارة واقفة بنص الشارع وساد الشارع بالعاصمة العراقية بغداد. هاي السيارة سببت ازدحام، يعني هي مخالفة للقانون هاي السيارة. وراها تم التهجم على هذا الضابط بالضرب والشتم، ووثقوا مواطنين ومارين هاي المشاهد اللي راح نشوفها سوية مع بعض. خلونا نشوف. هذا الفيديو كشف بعدها كتاب تم تداوله من مدير مرور بغداد إلى مديرية المرور العامة. الكتاب ده شوفوه أمامكم، موقع اللواء سامي كاظم جبر مدير مرور بغداد الكرخ بتاريخ 27/7/2023. يقول أنه النائب عن ائتلاف المالكي بهاء النوري تدخل حتى يمنع القبض على نسوان 2 مقربات إله. اعتدوا ذني النسوان على ضابط مرور ببغداد برتبة رائد وجماعته. بحسب الخطاب الحكومي أنه ضابط برتبة رائد تعرض للسب والضرب بالأحذية بالشارع وتمزيق قميصه ورتبته العسكرية من جانب نسوان 2. هددوه وهددوه همين يعزلوه من وظيفته لما نحاول أن يحرر مخالفة مرورية إلهم. هذا اللي شيء استوجب استدعاء شرطة النجدة حتى تقبض عليهن، لكن النائب اجى بسيارته الحكومية الخاصة ومنع الشرطة والنجدة أن تقبض عليهم واصطحبهم وياه بسيارته الحكومية. الكتاب يقول أنه النائب يدعى بهاء النوري قد قدم بسيارة خاصة واصطحب السيدتين ومنع الشرطة من القبض عليهن. ومن هنا يقول، يعني هذا التقرير يقول، أعلمنا قاطع مرور الكرخ الجنوبي بكتابهم العدد هالقد في 27/7 حسب تقرير العقيد أمير عامر عبد نداء ب10، والذي يفيد أثناء قيام الرائد مهند جميل بواجبه المسائي تم توجيه عجلة مخالفة تحمل اللوحة هالقد بغداد خصوصي رقمها 42324 نوع تاهو أسود اللون، وقوف ممنوع صف ثاني، وعرقلة حركة السير والمرور إلى
ساحة الحجز للمركبات، وأثناء قيامه تنظيم استمارة حجز للعجلة المذكورة داخل الكرفان فوجئ الضابط بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم بأقذر العبارات والضرب بالأحذية والنعال، وقالت إلو بالحرف الواحد إلا أنزعك رتبك وقعدك، الكلمة ما أقدر أقولها، حيث قامت بتمزيق الرتبة العسكرية للضابط والقميص العسكري. كل هذا حصل أمام أنظار الناس، وهنالك تصوير يؤكد ذلك وشهود عيان شاهدوا الواقعة بأكملها. وعند حضور دورية النجدة لاستصحاب السائقة المخالفة ومن معها إلى مركز الشرطة، حضر شخص استقل عجلة لاند كروز أبيض اللون مظلل تحمل اللوحة 82991 باء حكومي، وادعى صاحبها أنه نائب عضو مجلس النواب المدعو النائب بهاء النوري، وقام بإركاب النساء بعجلته ومنع دورية النجدة من اصطحابها. وبعد جهد جهيد توجهوا بالنساء بعجلة النائب بصحبة ضابط دوريات النجدة إلى معاونية شرطة الصالحية وتسجيل دعوى أصولية بالحادث، علما أن المركبة المخالفة محجوزة ضمن ساحة الحجز راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير. سامي كاظم جبر. بالنسبة إلى بهاء النوري، رقم واحد، أنت نائب بالبرلمان مشقاوة. رقم اثنين، بالنسبة لذن النسوان، مع الأسف أنه وصلنا بالحال بالعراق أنه كل وحدة تعرف لها واحد بالبرلمان لو بالجيش تحسب نفسها أنه هي فوق القانون. الرتب اللي شايلها الضابط ذني مراسيم جمهورية، وكل مرسوم جمهوري، كل نجمة بها مرسوم جمهوري، فرائد حسبوها كم مرسوم؟ ملازم ثاني واحد، ملازم أول اثنين، نقيب ثلاثة، رائد أربع مراسيم جمهورية معلق على كتفه. فهي لما قالت لها نزعك رتبك، يعني هانت رئيس الجمهورية أربع مرات وداست عليها بالنعال مثل ما هي قالت. مع الأسف وصل بينا الحال أنه إحنا ما نحترم لا القانون ولا الرتبة ولا الضابط، خصوصاً لما يكون الإنسان مخالف. يعني اللي نعرفه لما واحد يسوي دونية ويسوي صوت ينخ يترجى يحكي كلمتين طيبات ويا الضابط ويا أحد يقول له يابا خفف عنا، يابا غلطنا ومنك السماح وبعد ما نعيدها. بس اللي دا يصير بالعراق إنه اللي يغلط هو فوق القانون، واللي يغلط مثل ما شفتوا الأخت قبل شوية تضرب وتعيط وتصيح وتهدد وتنزع الرتب وتهدده. ليش؟ لأنه تعرف بهاء النوري، خلي يجي نور المالك يشوف دولة القانون وجماعتها ايش يسوون بالقانون. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، خصوصا لما انتشر هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي صوروا الفيديوهات نشروها بأكثر من موقع وقامت العالم تعلق. فعلى فيسبوك أحمد الجبور يقول من يصير أكو شيء فوق القانون يصير هذا حال، هاي لو مو متأكدة وراها ناس يتجاوزون على القانون ما كان سوت هيج. نعم صحيح. أحمد مهدي، إذا زوجة النائب بهيج أخلاق واصلة لهاي المرحلة من السقوط لعد النائب شلون؟ سؤال من أحمد مهدي. محسن الأدعم التميمي يقول وما خفي أعظم أنه وقت السماسرة والرذيلة وما يدعون بالشرف والأخلاق والدين، هؤلاء هم من يتسيدون الموقف والمسؤولية في العراق. علي أحمد، بعيدة عن موضوع الاعتداء، الإملاء كارثي وجريمة بحق اللغة العربية تصدر من مسؤول رفيع. نعم صحيح، مؤسسة تكتب كتاب وهو لواء وما عنده جهة تكتب له الكتاب بصورة صحيحة ولغة عربية صحيحة في بلد لغة الرسمية العربية، هاي مشكلة. لكن المشكلة الأكبر أنه إحنا بدنا نحكي على الشيء هو القانون والدستور اللي البرلمانيين صدعوا روسنا بينا. حكى الدستور وقال الدستور، وحكى ما أدري منه وحكى الدستور، والقانون هالقد واللائحة هالقد وقائمة العقوبات هالقد وقائمة ما أعرف شنو هالقد، وحكت وقالت وحكت وقالت، بحيث أنه قالوا الدستور فتشي. لكن مع الأسف القانون في بلد هو أول بلدان العالم تشرعت بشرائع بشريعة حامورابي، يصير بالحال أنه الكل فوق القانون مع الأسف. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك.
حياك الله استاذ افن. احنا بالعراق اللي من بالاحتلال الامريكي ولحد الان نشوف احنا بالعراق التجاوزات على القوات الامنيه وضباط الجيش العراقي وضباط المرور، يعني تجاوزات بانه ما احترامات لهم، يعني وكانما شخص تتعامل وياه هو يعني ما يمثل دوله، ما يمثل رئيس وزراء، ما يمثل وزير داخليه، ما يمثل انه يتحاكمون عليه من قبل هذه الناس، يعني اللي تتبع الاحزاب وتتبع الميليشيات. احنا لو كان عندنا قانون وكان رئيس وزراء وزارة الداخلية ما كان عندنا هاي المخدرات اللي جاي تدخل، ما كان عندنا هاي الاعتقالات اللي هي سلطة الاحزاب اللي يعتقلون، ما كان انه عندنا القتل اللي نشوف بين فترة وفترة انه يقتل مواطن بأبرياء يدلون على يعني بيوتهم في كل مكان اذا كان ببغداد ومحافظات. القوات الامنيه نشوفها ما لها اي دور وما لها اي جانب من هذه الوزارات الداخليه اللي جاي تحكم مع حكم رئيس وزراء اللي يحكم العراق. للاسف احنا عندنا ضعف ويعني انكسار بالجيش العراقي، انكسار بالقوات الامنيه، بس عندنا سلطه الاحزاب هي فوق القانون، فوق سلطه اللي هي تمثل وزاره الداخليه. لازم المفروض تكون تحاسب الناس اللي يعتدون على ضباطنا او المنتسبين، هذا يسبب خجل وعار على رئيس الوزراء وزير الداخليه، لكن لو عندهم صلاحيه يحاسبون هذول الاحزاب وسلطه الاحزاب اللي كل من عنده ربعه انه يعني احترامات ضباط المرور، يعني ما لهم اي وجود امام هذه سلطه الاحزاب. والناس اللي عندهم ظهر نقدر نقول كانوا بالعصابة اذا كانوا بالدعوه، كل هاي الاحزاب اللي تخاف عندها قوات المرور او يعني الجيش العراقي، فضباط كثير عندنا من الجيش العراقي شفنا يعني تم محاسبتهم وتم اعتداء عليهم نظام اثناء واجبه اثناء واخلاصه يعني للوطن. يعني احنا عندنا هسه الان يوم من اجل لحد الان الضابط ما محترم، المنتسب ما محترم، ليش؟ لانه عندنا سلطه الاحزاب هي فوق القانون، هي اللي تمثل الجهه العليا يعني للشعب العراقي وليس القانون اللي يمثل للشعب. فللاسف للاسف احنا لما هاي الاحزاب ينقضى عليها وتبرد هذه الاحزاب ويصير عندنا وزاره داخليه مضبوطه ويصير عندنا رئيس وزراء يحكم، اذا ما يصير عندنا قتل، نشوف القتل اللي عندنا يعني من 2003 لحد الان، يعني العشائر اللي من الصير عندهم مشاجرات بيناتهم او يعني هذا السلاح المنفرد اللي قاعد نشوفه، والقوات الامنيه ابسط الامور ما قاعد تتدخل ونشوف امامها الطلقات والبكيسيات وكل هذه الاسلحه ضعيفه امام هذه سلطه الاحزاب، ما تقدر تسوي. احنا لازم يراد لنا قانون ترجع لهاي سلطه الاحزاب والناس اللي منفردين السلاح على الناس الابرياء ورجال القانون، يصير عندنا قانون يحاسب كل من عنده سلاح، يعني ما مرخص، ما منتسب، ما منتمي للدوله، ما منتمي يعني للجهه القانونيه، فهذا يعتبر مخالف. بس للاسف احنا شنو عندنا ما طول موجودين عندنا زعماء وقيادات ميليشيات ممكن ان يسجن، ممكن ان يطلع نفس اللحظه مخابره واحده يطلعوه ويحاسب الشخص اللي سجنه واللي وقفه، فهذا يعتبر ضعف وانكسار للقوات الامنيه. وانا اشكرك وتحياتي لقناه الرافدين البطله وحياك الله استاذ. شكرا. المشكله انه احنا في بلد بعد عام 2003 ولحد هاي اللحظه، خلني نبدي الامور بتسلسل. اللي جوا يحكمون هذا البلد اجاهم دستور مملي عليهم من الولايات المتحده الامريكيه، وبريمر انطاهم هذا الدستور وهم وقعوا عليه وما يعرفوا شكوا به، لدرجه انه هم يقولون انه هذا الدستور ملغوم ويردون يعدلوه بس ما يقدرون يعدلوه لان ماكو لجنه تفتهم حتى تقدر تكتب دستور. هاي رقم واحد. رقم اثنين، لما كتبوا هذا الدستور وجوي وقاموا يحجون ويسولفون وقاموا يشوفون الفلوس وعمت عينهم الفلوس لدرجة أنه ماكو مشروع بالبلد، قاموا يتجاوزون على كل شيء، لدرجة أنهم تجاوزوا على أراضي الدولة، على أملاك الدولة، على الشعب، على قوت الشعب وعلى كل شيء. فشبقى بقى القانون، قاموا يتجاوزون على القانون لدرجة أنه القانون صار ما محترم بهذا البلد إلى أبعد حد، لأنه السياسيين هم اللي مدى يحافظون عليه. وصل الحال بالمواطن اللي يشوف اللي هم يحكمون هيك يتعاملون ويا القانون، فشلون هم راح يتعاملون لما شافوا المحسوبيه وغيرها وغيرها وغيرها، لدرجه انه هاي التجاوزات مو اول مره نشوفها بحق ضابط المرور او الشرطي اللي هو اداء واجبه، هو امنك انت يا المواطن العراقي، لدرجه انه واحد يحكي لي نشكر او بارك الله في النساء التي ضربت الشرطه،
مع الأسف. عيب. شنو بارك الله في النساء التي ضربت الشرطة؟ لما حرامي يطب لبيتك وين تروح؟ لما يجي واحد يتسلط على ابنك أو بنتك بالشارع وين تروح؟ لما نصير انت بضنكة ومشكلة وين تروح؟ لما يجيك واحد ما يستحي وما يعرف القانون ويريد يقتلك وراكض وراك بسلاح وين تروح؟ للشرطي. فالشرطي هو أمنك، هم جزء من القوات الأمنية، فاحترامهم واجب. ولما يخطأ الشرطي ما معناها أنه نتجاوز عليه بالأحذية أو بالسب والشتم. إذا أكو قانون بالبلد لازم نروح للقانون وللقضاء، لأنه أكو محاكم عسكرية. أبو علي من بغداد ويانا، حياك الله أبو علي. أبو علي تسمعني؟ ما يسمعني أبو علي من بغداد. نروح هسه إلى مشاكل العراق اليومية. مشاكل العراق هواية، أكو مشاكل حكينا عليها هواية، ومن ضمنها انعدام الخدمات الصحية وتدهور الواقع الصحي بالعراق. أحد المواطنين من مدينة الموصل بمحافظة نينوى وثق لحظة نقل مريض إلى وحدة من المستشفيات في الموصل وراء ما خلوه بدي مال بيك أب. ليش؟ لأنه بالموصل ماكو إسعاف، وانتقدوا إهمال الجهات المختصة للمرضى وتركهم بهاي الحالة دون توفير إسعافات لنقلهم. خلونا نشوف. هاي لو بدولة تحترم نفسها سائق السيارة مال بيك أب يتحاسب، رقم واحد. رقم اثنين، عيني وزارة الصحة، بابا هاي مصيبة، هاي مشكلة. أبو البيك أب يقدر يضرب إشارة؟ لا. يقدر يمشي بسرعة؟ لا. يقدر يوقف سير؟ لا. يقدر يطلع بمكان ما مخصص للمواطنين؟ لا. بس أبو الإسعاف يقدر. أبو الإسعاف لما يشغل الصافرة بكل دول العالم يقولون للسيارات أوقفوا وطوا طريق لأبو الإسعاف أو لأبو الإطفاء أو للمرور. لما تسمعون صافرة يعني أكو شيء. زي من طلع وشال بدي طب طسه وقمز الجسم مال المريض ووقع على البدي مال البيك أب وتكسر، شنو الحل؟ صعد بصعدة وزحف ووقع من البيك أب، شنو الحل؟ لأن ماكو إجراءات سلامة بالبدي مال البيك أب. عيب، عيب ببلد مثل العراق تاريخه 5000 و6000 سنة يصير به الحال بهذا الحال. مواطن من بغداد ثاني وثق لنا بكاميرا تليفونه الحال المزري لسديات مستشفى الشيخ زايد الحديث بالعاصمة بغداد، وتساءل وين رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيعة السوداني اللي قال مقولته الشهيرة الله لا يوفقني على هالخدمة ورا ما زار مستشفى الكاظمية، وشنو النتائج ورا ما اطلع على حال المستشفيات الحكومية المتردية والمتهالكة؟ لو هو مجرد كلام وتسويق إعلامي. خلونا نشوف. يعني إذا عندكم مريض سحلوه سحل بالقاع وطببوا للطوارئ، ولا تخلوه ينام على هاي السدية، هاي مال الشيخ زايد. يعني إذا عندكم مريض سحلوه سحل بالقاع وطببوا للطوارئ، ولا تخلوه ينام على هاي السدية، هاي مال الشيخ زايد. إذا مستشفى الشيخ زايد الحديث يجي حال السديات بيه، فما بالك مستشفى اليرموك والكندي وابن البيطار وغيرها. أكو مقاطع صادمة ثانية كشفت اللي موجود بمستشفى الرشاد للأمراض النفسية. كشفت الحال المزري للمرضى اللي نايمين بهاي المستشفى واللي ما يمكن أن يوصفها لا عقل ولا كلمة. الفيديو يبين لكم أنه المرضى بهاي المستشفى نايمين بالممرات بالكوليدورات على القاع. ليش؟ لأنه حرارة عالية والجو نار، فطالعين برا يبردون أجسادهم، علماً أنه هاي المستشفى سجلت بعض حالات الوفيات لبعض المرضى
مع الأسف. خلونا نشوف. ما نسمح لأحد المرضى يقدم 15 واحد مصاري وضمنوا حاضر من عدة هاي مستشفى الأمراض النفسية في بلد مثل العراق، احتلال، إرهاب، تنظيمات إرهابية سيطرت على أكثر من ثلث البلد، قتل، تهجير، تفجيرات، يتم ناس ترملت أو سيدات ترملن، ذن كلن يسببن حالات نفسية. أنتوا لدرجة أنه الولايات المتحدة الأمريكية اللي دزت لنا جيش جرار لبث الديمقراطية بالبلد، الجرائمهم بالبلد أكو بيهم ناس طبوا مستشفيات نفسية من اللي شافوا لهم ما تحملوا، فما بالك بولد البلد اللي خسروا وما خسروا. ذولا يحتاجون عناية، ذولا يحتاجون تركيز، ذولا يحتاجون ناس يفتهمون شلون يتعاملون إياهم، مو تتركوهم بهذا الحال. أما الفيديو الجاي فهو طامة كبرى. هاي المستشفى واحدة من أعرق وأرقى وأكبر مستشفيات العاصمة العراقية بغداد. ماكو واحد بالعراق وبغداد بالذات ما يعرف شنو هي مستشفى النعمان، وأنا مولود بيها بمدينة العظمية. هاي المستشفى كان اللي طبلها يطبلها بحجز، لأنه تعتبر واحدة من المستشفيات الواو. بس بال 2023 مراجعة، طب المستشفى النعمان تريد تراجع، انصدمت خطية البنية لأنه المستشفى ما بها أي كادر طبي، لا ممرض، لا طبيب، لا منظف، لا شيء. وتسألت شنو حال المريض اللي يجي المستشفى وما يلقى بها أي موظف أو طبيب أو ممرض. الفيديو اللي وثقته بكاميرا تليفونها بينت صالات المستشفى وغرفها ومكاتبها خالية من أي موظف. خلونا نشوف. هاي مستشفى النعمان اللي بالعظمية، ولا واحد، مهجورة، ماكو أحد جاي ندور، ماكو أحد، فارغة، نايمين، ولا أحد، ماكو، ولا فارغة. ليش؟ يعني المريض يموت وانتو ما موجودين؟ يلا فضلوا، يلا يلا، ماك أحد قاعد، يلا حتى المفراس، غرفة المفراس ماك أحد بيها، صدق كذب، وين الدولة؟ يلا خلي يجون يشوفون المستشفيات المهجورة اللي ما بيها أحد، يلا وينهم؟ احنا مو بعصر التكنولوجيا والسرعة، انت مو شايلة تليفون؟ اني قليبي جري تليفونك، فتحوا اليوتيوب، ايش تريدين تاخذين اشعه؟ طبي عليه، شلون تاخذين اشعه؟ شوف الجهاز رقمه ما اعرف شنو، حطيه على اليوتيوب تتعلمين، روحي دقي اشعه نفسك وطلعي. ايش تريدين تسوين؟ تاخذين دواء ما اعرف شنو، كتبي الحاله على الانترنت على الجوجل، راح يقول لك حالتك شنو هي، شنو الدواء مالتها، اذا لقيت الدواء حسب، لانه المستشفيات ما العراق ما بها دواء، اذا لقيتي اخذيه وطلعي بدربك. تخيلوا مستشفى ما بها كادر. في وقت احنا طالعين من كورونا والفيروسات بالعالم دا تتطور والامراض دا تكبر والامراض دا تزيد، خصوصا في بلد التلوث به اعلى ما يكون، اما الكادر الطبي طالع استجمام واستراحه في مستشفى مثل مستشفى النعمان. فخليني نشوف خليني اشوف وزير الصحه ايش راح يسوي، او محمد الشاع السوداني ايش راح يسوي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت. أزهار جاسم على فيسبوك تقول صورة مصغرة لإدارة الدولة العراقية وللكثير من مؤسساتها.
سعاد كاظم، بدون استثناء أغلب مستشفيات العراق تحديداً الحكومية هذا وضعها لإجبار المريض على المستشفى الأهلي. أصبحت المشفى الحكومي لا علاج لا كادر طبي وتفتقد لأبسط خدمات للمريض للأسف. أم حمودي، هاي مقبرة النعمان مو مستشفى، لو يهدوها يبنون مكانها مدرسة هواية أشرف. أم عبد الله النعيمي، إي صدق هاي حال المستشفى، حضرتهم ما يجون للتسعة الصبح، مرة حالة قدامي مرة عندها ولادة ساعة 2 بالليل ماكو يقولوا لها انتظري لأن ما حد موجود. بالله هي تنتظر والجاهل اللي يريد يجي للدنيا همينة ينتظر؟ لو يطوم مهدئ بالأعصاب حتى ما يطلع من وقت، ترى واقفة والله عيب. والقرآن عيب، احنا في بلد مثل العراق بميزانياته الانفجارية، جمجمة العرب بعقوله، أساتذة الجامعيين اللي أكو جامعات في دول عربية شقيقة ودول عالمية وفي جامعات عالمية، أساتذة عراقيين يخرجون ومعتبرين، لكن نحن هذا حالنا عيب. أبو علي من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شوفوا هلا بيك. هذا الشيء كبير وين ما صليها فادوا وضعتهم على قدامي. هسه دا أحد القنوات قبل شوية طلعت يعني تصور وحدة تقتل زوجها، يعني حقيقة تقتل زوجها والمجتهد، يعني يعني أشياء مرات الحقد هذا ما وحدة قاتلة زوجها، يعني تشكيلي وحدة يعني هي تقتل قبل شوية حطيت طلع أبو الأب وعائلته يتحدثون عن الضبايات، يعني تصور يعني هيك وصلت مرحلة ولا خطية منتسب قتل زوجته وهي حكيتها بالسحابة ما أعرف ولا قام بغداد، يعني صار هاي بربط خطية أربع أطوال عنده، يعني الله يحفظه راح يسوي بعد يعني بالمجتمع هذا. وذاك اليوم هذا عن احتلاء خطية على هذا المرور أماتين، يعني هاي شنو هالوضعية هاي، يعني هي جابت لنا إياها أمريكا، يعني شنو هالوضعية هاي، يعني وين الأخلاق وين الدين وين الغيرة، يعني إنسان ما هو حق، وين هذا شيء يقول الله بغاية الحب والإنسان هذا شيء يقول الله، يعني يعني أنت من تقوم هاي الشغلات يعني تحت وبتريدك، يعني تقول أدري أنت حق الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى هذا الحق ليش ما يزفت خجل السامع عن الحيوان بالحق، يعني أنت ما تعرف هذا الشيء هذا الصح وهذا الغلط، يا أستغرق بالمين تجيبها ومين تخليها شو هي، ما أدري تحكي جدو والله ما أدري أستغرق لا والله لا. نعم يعني عجيبة غريبة، يعني أدري إلى متى يعني نبقى هيك، يعني إلى متى، يعني إلى متى، يعني هاي وضعية ما بلد، يعني إلى متى، يعني هاي حالة ما تجاه، أدري وين الدين، كم يقول إحنا الدين وهالحقيل، أدري الله مو هذا الله يحاسبكم باكر عقبة، يعني تتحمل على الشغلة الموزية لك هو هو. نعم وأنا أشكرك أستاذ رفيق. شكرا شكرا لك أخوي العزيز. حسين من كركوك، حياك الله. نعم نعم أستاذ وياك حبيبي، نعم الله عليك، تفضل. والله دا انتظر على مد اشارك بال، انت على الهواء اخويا، يعني اعبر عن رايي. انت على الهواء اخويا. تمام استاذ، انا بالنسبه لي اشكر قناه الرافدين على تغطيتها وكشف الفساد اللي قاعد يصير بالعراق من زمن 2003 لحد هذا اليوم، واجبنا زين، يعني القناه الوحيده انا يعني اعتبرها القناه الاولى والاخيره بالنسبه لي، هي قناه تكشف الفاسدين دائما. نتشرف بك اخوي، قناه الرافدين من زمان اتابعها. نتشرف بك، اشكركم على هذه الحلقه بكشف الفساد اللي قاعد نعيشه. طبعا والدتي مريضه مرض، يعني اجلكم الله وحشاكم ان شاء الله ويبعد كل مسلم ان شاء الله، مرض السرطان، الله يشافيها يا رب. نعم الله يرضى عنك. طبعا كانت تتعالج ببغداد بمدينه الطب، للاسف يعني نعم هي تعبانة جدا. نعم نظافة سيئة، يعني أبد ماكو أي نظافة بال، ريحة مو طيبة بالمستشفى. زين زين، هي هي يعني تعتبر مستشفى معروفة، مستشفى مدينة الطب معروفة ببغداد. نعم زين، تاريخها يعني بسمعتها، ليش يعني ليش هيك، يعني ما حد قاعد يعتني بيها، ليش احنا هسه نروح على المستشفيات الاهليه تشوفها تقول هاي بغير دوله، يعني دوله متقدمه. نعم. ليش الحكوميات تعبانه؟ نعم. ليش بدون نعم. رقابه؟
شكرا شكرا لك اخ حسين. اخ حسين وصل رساله اللي هي واقع العراق الصحي، يقول ليش المستشفيات الحكوميه هذا واقعها وليش المستشفيات الاهليه كانما بغير دوله؟ سؤال اتمنى من المسؤولين يجاوبون عليه، خصوصا العاملين بوزاره الصحه واولهم وزير الصحه اللي من المفترض انه مو البرلمان يحاسبه، لجنه الصحه بالبرلمان ووزاره الصحه والقضاء ايضا لازم كلهم يتحاسبون على اللي يصير بالعراقيين بالقطاع الصحي. من الخدمات الصحيه المعدومه الى الخدمات البلديه اللي ما تختلف شيء عن الصحه. يعاني اهالي البصره من انتشار النفايات، الزباله بالشوارع. وتسالوا شنو دور البلديه؟ عفوا. ناشط من البصره ينتقد غياب دور البلديه برفع النفايات من شوارع المدينه ويوجه انتقاد الى مدير بلديه مدينه البصره. خلونا نشوف. سويت لنا بالبلديه، اقترحت لنا فد منجز، واحنا بعشرة محرم والحرام والنفايات غزا الشوارع مدينه البصره. انا استغرب من جنابك ومن جناب السيد محافظ البصره على طول ينزل بصمات، الشوارع وسخه. انا ارد اسال محافظ البصره والسيد مدير بلديه البصره، افتريتوا بمنطقه شعبيه، افتريتوا بمنطقه خدميه، بالتالي السيارات اللي عندكم اللي جاي تشيل النفايات ما جاي تلحق، جاي يطبون الشوارع العامه يشيلون قسم من النفايات، والافرع والازقه مختنقه نفايات. السيد مدير بلديه البصره لو نطي مشروع ب 17 مليار مده سنه لو ماكو، يعني الا شركه، يعني الا كومشن، يعني الا عقد، ما نعرف نشتري سيارات، ما نعرف نشتري كانسات. حاط العامل البلديه بالثنتين الظهر ودرجه الحراره 60 و55، يا ادرى حيوان انت مشتريه، جيب اليات، طور عملك. محافظه تنتج مليارات وتريليونات يوميا، ضخ واحد من هذا النفط اللي راح تطوله لبنان يعمر البصره ويبنيها. جاوبوه، ما يحتاج اعلق على هذا الفيديو اي تعليق، تساؤلاته كلها حق ومشروع. هم من البصرة ناس وثقت لقطات متفرقة من سوق الخمسميل بوسط البصرة، وثانية فيديوهات لخ من منطقة المعقل اللي أظهرت انتشار النفايات وغياب تام لدور البلدية. خلونا نشوف. لك عمي والله طرقاعة هاي بالمعقل، ما نعرف مدير البلدية شنو شغله، هسه ما معقولة ما نازل للشارع ويشوف الشارع. مدير البلدية يسمى أمين، أمانتكم وين؟ عمال النظافة يعانون ما يعانون بسبب قلة الرواتب اللي تمنحها الدولة لهم، رغم أن هم يشتغلون ساعات عمل كبيرة وجهد مبذول من عبدهم ومشكورين على جهدهم، رغم قلة الآليات ورغم فسخ عقود بعضهم وإنهاء عمل البعض الآخر واللي هم أكثر من مرة أنهوا عقودهم. كل هذا يضطرون الشباب أن يشتغلون بهاي المهنة بسبب ضيق العيش والحاجة والعوز. أحد عمال النظافة بمدينة الديوانية بمحافظة القادسية يوجه رسالة إلى المواطنين يحثهم بها ويطلب من أدهم أنه ما يشمرون الزبالة والوساخة إلا بأماكنها المخصصة. خلونا نسمع. حياكم الله، رسالة من مهندس النظافة، هلا هلا بيه بشر ترى رسالتك الحبيب. والله احنا نقول يعني بس ان اهل المحلات لا خلي دربانهم علينا شوية، يعني نروح ننظف نرجع نلقاها نفس ما هي، وياهم حالات ما جاي يدفون، ما جاي يدفون بالحاله. ايوه علينا احنا مالتنا، احنا جاي نتاثر يعني جاي نتعب من 2 لحد 7 بالليل جاي نتعب. انت مكانك وين بالضبط؟ شارع الثوره؟ شارع الثوره شارع الكهربائيين. رساله الى اصحاب المحال شارع الكهربائيين وشارع الثوره، هلا هلا مهندس النظافه، الجو حار وتعب وشوفوا احنا هذا عملنا، احنا ما نستكف من عنده والله. طبعا ومساعده يعني عندك الشرف، رحم الله والله سيدي. والله لو وجودك لولا وجودك بالشارع والله شاكله خاصه بالشوارع. نعم، مهندس النظافه هو التسميه الصحيحه له، وجوده مهم بالبلدان لانه لولا وجوده
راح تنتشر الأمراض والأوساخ والتلوث والروائح وغيرها 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 من الأمور. لكن مع هذا الأمر النفايات والزبالة منتشرة بالعراق. عامل نظافة ثاني أو مهندس نظافة آخر يشكو من قلة الرواتب الحكومية اللي تم منحهم، لأنه راتب عامل النظافة بالعراق 7000 دينار فقط حسب قوله هو، واللي ما تكفي بالتأكيد بالوقت الحالي لسد أبسط حاجياته. هذا دليل على عدم اهتمام الحكومة والأحزاب إلا بنظافة، لا بنظافة البلد ولا بعماله، وإنما فقط إنه شلون يترسون جيوبهم وجيوب الفاسدين الآخرين التابعين لهم ومنحهم مخصصات ورواتب عالية وحمايات وسيارات وإفادات، لكن الشعب ما يشوف أي فائدة منهم. خلونا نسمع. السلام عليكم أخوان، أريد واحد يترجمه ويدز الحقوق الإنسان العالمية. الحقوق الإنسان العالمية، ماكو حقوق إنسان في العراق. نحن عمال نظافة كما تشاهدون، الحرب والتعب والضيم، يومية العامل النظافة في العراق 7000 دينار. عامل نظافة بالحار، يا ساعة تجي سيارة تنطق ويا ساعة مرض ومنها كورونا وقبل كورونا وبالضيم يا حان. هذا حياة العامل النظافة في العراق. أرجو إيصال رسالتي إلى حقوق الإنسان العالمية، حقوق الإنسان العالمية، وأترجى منكم أن تترجمونه وتدسونه فد بالإنجليزي شلون ما تدسونه تدسونه. هذا اللي دا يحكي عن يومية العامل ب 7000 دينار. إذا جينا نقسم يومية العامل على عائلة، 7000 دينار شو تكلف؟ شو تكفي عفوا؟ شو تكفي عائلة مكونة من زوج وزوجته وطفل؟ ما زيد هاي العائلة. شنو اللي تكفي هذا الشاب إذا هو متزوج وعنده طفل؟ ما تكفي 7000 دينار باليوم. ورد أسأل السياسيين، يومياتكم ايش قد؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من فيسبوك عماد الحرب يقول هاك تفضل، المنطقه خاست من النفايات والحاويات بالشوارع المتروسه لا حسيب ولا رقيب. محمد الحمزاوي، الله وكيلك، الزباله كل 10 ايام يجون يشيلون قسم منها لان متكدسه والسياره ما تكفي، والنوب ورا 10 ايام يجون مره ثانيه متكدسه اكثر بالتاكيد. احمد ليث، البصرة منهوبة معدومة وبالإعلام مطلعها المحافظ دبي. حسن أبو عامر، البلدية والمواطن يتحملون المسؤولية ولكن القسم الأكبر يقع على عاتق البلدية. نعم صحيح 100%، المواطن يتحمل والبلدية تتحمل، لكن البلدية والدولة تتحمل القسم الأكبر، مو 50% لا 80% هي تتحمل أكثر. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي ترى بالبلدية من يبقونه 7000، ترى خاف ما قلتم علم، ترى الدولة قاعدة تاخذ كل بيت 300 بالسنة وتاخذ كل محل 400-500 بالسنة من عنده. نعم. ترى قاعدة تاخذ فلوس زيادة مو نقيصة ضرائب قاعدة تاخذ. نعم. يعني الدولة ما عارفتها هاي، هي من ياخذون 400-500 من كل بيت و500 من كل محل. ليش ما تطلع المواطن هذا العامل تطول هي، ليش تبغون من عنده؟ نعم. هاي السرقه هاي. نعم. هاي قاعدين تاخذونها من الناس وانتم قاعدين تبغون من الموظف. نعم. يعني بروحها بيت. الدوله بيها قانون ضعيف ليش؟ امشي بثلاث يوم وزير طلع وزير صحه تفقد المستشفيات، لا وزير اسكان تفقد الاحياء السكنيه. نعم. شو الوزراء يطب 4 سنوات ويطلع ما ندري به. الا هو بامريكا لو في مكان ماخذ له برج لو ناطحات السحاب. نعم. يعني والله بروح عليه، كان الشعب العراقي ايش قبضنا؟ اغلبيه القوى الساحقه بالشعب العراقي كل شيء ما قبضت، ارواحها ما سلمت عليها، ما ردنا من النفط، كل شيء ما رد النفط لكم. بس يعني روح مو بحالنا بالضرائب، روح مو بحالنا. نعم. كهرباء ما ينفط، وانتم ما مطينا من عنده. لا مستشفى صحه مطينا، لا مطينا ماي يتسمم به. لا نايمين ظهرية بالحرارة هاي بالكهرباء، مولدوا كهرباء بالنا بلوع الضرائب، هذا من ضمنها بالبلدية. والله كل محل ياخذون بالديوانية 500,000 من المحل، يبوقون يشترون بها سيارات وبيوت، الفوق يبوقون والجوا يبوقون. نعم نعم
شكرا شكرا لك ابو علي. نروح الى ملف فساد وتلكؤ المشاريع الحكوميه اللي همنا حكينا عنها وانها مجسر ابراهيم الخليل بمحافظه ديقار. هذا المجسر هوايه طلع ببرنامج صوتكم بالتحديد. مجسر ابراهيم الخليل بمحافظه ديقار انا احفظت ذني كم شي شبيهن عاد اللي صورهن. ناشط هنا يوثق لكم ان المكان هذا ما بي لا عامل لا مهندس ولا بي شغل ولا هم يحزنون. والمشروع ايش قد هم صوروا؟ ايش قد هم حكوا عليه؟ ايش قد النشر؟ ايش قد احنا طلعنا؟ ماكو شيء جديد، خلونا نشوف. طبعا قبل ثلاث ايام جينا صورنا هذا المشروع، مشروع مجسر ابراهيم الخليل هذا. واليوم وجينا مصورنا، قلنا عسى يصير صحوة ضمير من المسؤولين يجون يشوفون يتابعون العمل، هاي الاليات كلها قدامكم، وهذا اللي كله متوقف عمل، لا اكو شغل، لا اكو مهندس مقيم، ومجرد فقط اليات موجوده. احنا نتوجه رساله الى هيئه النزاهه محافظه ديقار، ديوان رقابه ماليه، يعني انتم ما عندكم تحرك، احنا يسنا المسؤولين، يعني المسؤولين عندنا ناس لازم ولا ضمير، لا عندهم صحوه ضمير، ومسؤولين فاشلين وفاسدين، فلذلك احنا نوجه رساله الى الراي العام، يعني معقوله احنا راح نطي مهله منا ورا محرم، يعني منا العفو ورا محرم من 10 ايام محرم. وراح نسوي ننظم مظاهره احنا كابناء محافظه، حتى لو نوقف هنا 10 15 عبر علينا، مو لهالدرجه استهتار واستهانه بابناء محافظه ديقار. استلم. هاي العالم تحكي وتقول واحنا نريد نمشي الابر، لكم ماكو. اما بالديوانيه هنا مواطن يصور لكم محوله مال كهرباء. الف الحمد لله والشكر من 8 اشهر هاي المحوله الجديده شدوها بالمكان اللي تشوفوه قدامكم. لكن المحولة هاي تحتاج مهندس كهرباء يجي من دائرة الكهرباء بالديوانية يصعد على درج، واللي ما تشتغل من عنده ما تاخذ من يد من وقته ساعتين ثلاثة، يربط المحولة ويربط وايراتها وينزل. تمام؟ لحد الآن المحولة ما مشتغلة لأن ما مربوطة، والناس تدفع رشاوي وتدفع عمولات وتدفع كوميشنات وتطلب من الدولة أو من البلدية أو من دائرة الكهرباء أنه تجي، لكن لحد الآن ماكو. تخيلوا محولة 8 اشهر لعد المشاريع العملاقة ايش قد تطول. السلام عليكم سيدنا ارحم والديك، ما شوف ان هاي المحولة هاي صارها 8 اشهر من الصباح ولحد الان ما كاملة، ذن وايراتها اول امس شدوها صارت من اسبوع، وهي صار لها 8 اشهر يوم شدوها من الشتاء ولحد الان بدك تشوف المحافظ مسؤول، هسه الكهرباء ضعيفة وجابوها تخفض الحمل هاي المحولة ولحد الان ما شادتها، هاي شهر الثامن راح يخلص السابع ما شادينها. الله يوفق هذا، شوف لنا منو المسؤول عنها هذا المحاولة. شنو رايكم؟ اما بالبصره بقضاء الزبير اكو مستشفى المفروض كملان من سنين، واللي كان العقد مالته يقول انه هذا المستشفى يحتاج ل 900 يوم حتى ينجز، يعني اقل من 3 سنوات. لكن صار له 10 سنوات على حاله، خلونا نشوف. المستشفى كم سنه صار له متخصص؟ والله بدايته 2013. 2013 احنا بال 2023 صار 10 سنوات. 10 سنوات. شو وقت يكمل؟ والله يفترض هسه انا يعني كموظفه او يعني مديره اداره مهندس مقيم هو مفروض ابو الشركه هو اللي يحدد، لكن انا كرؤيه احنا انطيناهم مده رب العمل انطاهم مده 6 اشهر هسه. تمام. يعني يفترض هو خلال الست اشهر يكمل. تمام. ايش قد بيكمل هذا المشروع؟ قبل لا نطلع بالجو قلت لي 6 اشهر. المفروض 6 اشهر انطوا مده 6 اشهر. يعني هسه اهل الزبير يجون عليكم بعد 6 اشهر يقول هاي المستشفى مفتوحه تستقبل الناس؟ يفترض هذا، والا انه المفروض يتحاسب المقاول. ويفترض هي اذا بال 2013 ايش قد السقف مال البناء مالته؟ كم سنه؟ بالبدايه كانت 900 يوم. 900 يوم يعني نقول 3 سنوات. كانت شركه تركيه. يعني بال 2016 مثلا نقول 15 كان المفروض. هسه نقول 16. اي نعم. اذا بال 2016 هسه تاخر المشروع 10 سنوات. وجناب الزيتون قل لهم 6 اشهر، مقتنع انت ب6 اشهر ان شاء الله؟ 6 اشهر 7 سنوات مويه. 7 سنوات مويه. شوف المواطن صار عدم ثقه ليش؟ لان مما سبق قبل الحكومات كان شو تسوي؟ كان امتحان المشاريع تطول هيك. نعم. حجيه بالنسبه للست اشهر مالتك بليها وشربي ميها، 10 سنوات ما كملت، ب6 اشهر تكمل وتستلم. اكو مستشفيات ثانيه بالبصره كملانه بس تنفتح، ما انفتحت ليه؟ روحوا فتحوها، مو تكملونها هاي امانه.
ناس لما شافت علقت. عبد الله البصراوي يقول تعال شوف المستشفى الصيني في أبو الخصيب أعتقد من 2011 ما كملت. علي الشريف الحلاق يقول كفى كلام، من لديه القدرة والإمكانية والصلاحية والمسؤولية على الفعل فليفعل، 20 سنة كلام. أبو حسين شلون يكمل ويفيد الناس الفقرة؟ طبعا ما يكمل لأن أكو مستشفيات أهلية مستفيدة. واثق أبو تبارك يقول هناك إرادة بعدم اكتمال هذا المستشفى وغيره من المستشفيات الحكومية ومثلها كمثل العديد من المصانع. مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى الدينار وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار يعني أزمة جديدة، يعني العراق راح يعيش بمصيبة. هذا اللي سلط لنا قسم التواصل الاجتماعي علي الضوء بهذا الانفوجرافيك، خلونا نشوفه. أنا أطمئن المواطن أنه لا يقتني الدولار. الدينار نعم، الدينار هو الأقوى، فلا يقتني. أنا صيحة هذا تصريح مهم هذا. نعم، لا يقتني الدولار، الدينار هو الأقوى. نعم، الدينار هو الأقوى. لا تدري أكذب ذاك أم استخفاف بعقول العراقيين، وقيمة الدينار تتهاوى أمام الدولار بسبب استمرار تهريب العملة إلى الخارج من قبل أحزاب السلطة وميليشياتها الموالية لإيران وسط سخط شعبي يشتد مع اشتداد حرارة الصيف اللاهب وينذر بانتفاضة عارمة. عمليات تهريب العملة لا تتوقف على الرغم من فرض عقوبات أمريكية جديدة كان آخرها على 14 مصرفاً متهماً بعمليات غسل الأموال ومعاملات احتيالية وتهريب العملة إلى إيران ليرتفع على إثرها سعر صرف الدولار إلى عتبة 160 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. البنك المركزي استمات دفاعاً عن هذه المصارف التي تعود لزعماء أحزاب وميليشيات مشاركة في الحكومة تتخذها كواجهات اقتصادية تساهم بتزويد إيران وسوريا وميليشيا حزب الله اللبناني بالدولار، مؤكداً استعداده للطعن في العقوبات الأمريكية. عمليات احتيال تفننت بها تلك المصارف ونفذت على مستويات واسعة بحسب مراقبين من خلال استخدام المعلومات الشخصية لعشرات الآلاف من المواطنين في عمليات تهريب العملة وغسل الأموال وحتى الاستيراد دون أن يعلم المواطنون بذلك. استغلال بشتى الوسائل لمزاد العملة الذي يبيع أكثر من 200 مليون دولار يوميا تذهب لصالح عمليات غسل الأموال وتهريب العملة لتغذية الاقتصاد الإيراني وإنعاش عملته المنهارة من قبل الحرس الإيراني وواجهاته في العراق. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حتى وصل إلى حد السماح لشركات الصيرفة ببيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر، ما أثار مخاوف من فرض عقوبات جديدة تشمل البنك المركزي نفسه وسط توقعات بارتفاع أسعار الصرف مجددا، ما سيتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي وضياع مستقبل ملايين العراقيين تحت هذه الأزمة الخانقة. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوجرافيك. مشاهدينا الكرام، رسالة واتساب أخيرة من تكريت كريم أبو عمر. أخي أستاذ أفل، عدم احترام رجال القانون من قبل الشعب وآخره الاعتداء على ضابط المرور شيء طبيعي، لأن العملية السياسية القائمة في العراق لم ولن تحترم الشعب ولن تدعي التزامها بالقانون وبالديمقراطية، ولم تحترم الشعب منذ 2003 والشعب العراقي يقتل على يد من يدعون الديمقراطية وعلى دولة القانون اللي حاكمته. أخي الشعب فقد ثقته بالعملية السياسية برمتها، ومن الآن فصاعدا لن نحترم القانون الذي يشرع في قتلنا وتهجيرنا وتغيير هويتنا وثقافتنا. ستجد رجل المرور يهان ولمسؤول يهان واللي يصفق لهم يهان. وتحياتي لقناة الرافدين. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لحسن إصغائكم، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بنفس الوقت. في أمان الله.